أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الملعب. معاكم النهاردة أحمد زادة، ومعايا طبعا ضيوفي اللي مشرفيني، وهبتدي بيهم طبعا دكتور سالم سالم وكيل اللاعبين المعروف. دكتور سالم مشرفني ومنورني. أهلا بيك، شكرا جزيلا. وطبعا لأول مرة الناقد الرياضي رامي يوسف. رامي مشرفني ومنورني النهاردة. أهلا بيك يا أحمد، أهلا بيك. نبدأ طبعا الحلقة، أبدأ بيك يا دكتور. النهاردة طبعا لقاء نادي الزمالك ونادي وادي دجلة، إضاعة نادي الزمالك الكثير من الفرص، اللوم على باتشيكو، البعض بيلوم على اللاعبين، البعض بيلوم على الإدارة الحالية، من هو المتسبب؟ شوف، عشان نكون صادقين، الكل يتحمل المسؤولية. لا هنرجع نقول بقى زي أحمد زكي كده ونقول كلنا فاسدون، كل بيشيل المسؤولية. الجمهور بيشيل المسؤولية، عشان بس الناس هتزعل. الجمهور بيشيل المسؤولية لأن هما بيكبروا لعيبه وبيعلوا اسهم لعيبه وبينزلوا وبيحطوا من شان لعيبه. فالنهارده انت بتشيل، كله بيشيل، الجمهور بيشيل، الاداره بتشيل، اللعيبه بتشيل 70% عشان نبقى صادقين. كل واحد بيشيل حسب مسؤوليته، لان انت النهارده انا كمتفرج حزين جدا على السلبيه اللي بيلعب بيها اللاعبين. مفيش حماس، مفيش قوه، مفيش ناس بتدافع. اتفرج على ماتشات للفريق المنافس، هتلاقي دكه الاحتياطي بتكسر الدنيا وبتضغط على الحكم وبتطالب بمسؤوليتها. النهارده انت محسوب لك ضربه جزاء، الفار اللي وقفها، مفيش اي لعيب داخل الملعب اعترض ولا قال لينا ضربه جزاء وقف، لولا الفار ندى على الحكم كانت الدنيا عدت. اللي بيلعب ضربه الجزاء انا شايف مفيش حماس داخل، مش متحمس يشوط ضربه جزاء. ضربه جزاء في الوقت ده انت بتتكلم الماتش انتهى، خش فيها بقوه، ما انتش مستعد. في 11 لعيب، في 10 لعيب موجودين في الملعب، واحد تاني يلعبها. الاداره بتشيل جزء من المسؤوليه برضو. هنقول ان هم عندهم مسؤوليات، ان هم استلموا بعض السلبيات وبعضه بيحاولوا مش بيحاولوا، لكن في لازم تبقى في اداره حاسمه وحازمه، وكل واحد معاه ملف يتحمل مسؤوليته. احنا النهارده عاملين زي التفرقة دمه بين القبائل. النهارده فريق نادي الزمالك مين يتحمل مسؤوليته؟ مجلس سابق، مجلس حالي، لجنه موجوده، وزير، دوله، مين اللي يتحمل؟ الجمهور اللي شايل المصايب كلها. احنا بنقول الجمهور بيشيل مسؤوليه، بيشيل مسؤوليه، ولكن هو عليه مسؤوليه، وهو اللي شايل في الاخر كل البلاوي وكل المشاكل وحرق الدم. انت لو تشوف، انا عندي على الواتساب رسائل، واحد بيكلمني ويكاد يكون يبكي او بيزعق، بكون شاب مش حد كبير يعني. الناس محروق دمها، احنا امتى هنلعب كوره؟ هنلعب 90 دقيقه عشان نجيب جوان؟ احنا 3 ماتشات ما جبناش جوان، امتى؟ ما تقوليش مصطفى محمد مشي، الزمالك مش هيقف على مصطفى محمد. مظبوط. ما تقوليش الفرقه كله لازم ساسي يجدد، ساسي يجدد ده بسيستم. انا مع ساسي ان يجدد، عشان بس الناس ما تقولكش بيهاجم، واصل الاداره مش عايزه ومش عايزه. كل نادي له امكانيات. اللجنه تطلع تعرض للجمهور هي مش قادره تجدد ليه، امكانياتها ايه، عندها فلوس ولا ما عندهاش، عشان الجمهور ما يقعدش يهاتي في حته وهم في حته ثانيه. رامي انتقل اليك، اسالك سؤال محدد. هل باتشيكو بدا يفقد البصره او فقد الثقه من بعد لقاء النادي الاهلي في نهائي افريقيا اللي فاز النادي الاهلي فيه بنتيجه 2-1، ولا هل اللعيبه مشتته بمشاكل خارجيه؟ ممكن انا اتفهم ان المدير المالي يتكلم مع اللعيبه في حاله واحده، انه انت النهارده عندك اليه معينه بتقول لك ان داخل لك فلوس يوم كذا، تكلم معاهم كرسالة طمأنينة، ممكن نمشيها كده يا جماعة، يوم كذا احنا داخل لنا فلوس، تاني يوم الفلوس هتتحول لكم في حساباتكم في البنك، لكن اكتر من كده مش شغلك ومش وظيفتك. كمان الموضوع تخطى حدوده وقال لهم انتوا ازاي تواصلوا، بتطلبوا فلوس ازاي والنتائج مش كويسة والاداء مش كويس، حصل غضب. اللعيبة ما اتمرنتش الماتش، ليلة الماتش ما لازم الجمهور يعرف كل حاجة بقى. ده كواليس اول مرة بعرفها وانا متفاجئ. ما هو انت النهارده الناس بتسال ايه اللي بيحصل؟ لو مش هنتجاوب ايه اللي بيحصل وهنطلع كمان احنا كمان نقول اي كلام، يبقى بلاش بقى. انا جاي هنا النهارده ليه؟ بالفعل. دكتور سالم انتقل اليك واسالك بقى، بصفتك يا دكتور سالم ليك باع طويل في مجال انتقالات اللاعبين والمدربين، تفتكر باتشيكو وعدم سيطرته على اللعيبه نبع ان باتشيكو تلقى بعض العروض من الخارج وبدا يفكر، وممكن في يوم وليله نلاقي باتشيكو بدا ياخد المنحدر اللي كارتيرون اخده في اخر ايامه
وده شايف ان باتشيكو تركيزه في الملعب زي ما رامي بيقول ان باتشيكو هو جدار الثقه اللي موجود حاليا. لا اصل هو ما حققش حاجه عشان يبدا يجي له عروض. هو باتشيكو لغايه النهارده يوم من يوم ما جه ايه اللي حققه؟ هو الراجل شغال بسيستم وشغال كويس عشان من بس ما نخسفش بدور الراجل الارض. هو كانت البدايه، انا كانت البدايه بالنسبه لي كانت مشرفه وكانت بدايه كويسه جدا لما بدا يحط اللعيب اللي بيتمرن هو اللي يلعب واللعيب اللي بيتدلع يركن على جنب وبدا يشتغل وكان في نسبه العد 100% تقريبا فكنت بتشوف نتائج كويسه. لما بدات تخش بقى انه ده لازم يلعب وده مش لازم يلعب واعتقد ان هم بداوا يسمعوا شويه للسوشيال ميديا وبدا السوشيال ميديا تاثر شويه في الاختيارات وبدات الامور الماليه تظهر ان كان في مشاكل او ما فيش مشاكل او في احتياجات للفلوس في الوقت الحالي او في لعيبه ليها مستحقات فبدا اللعيبه نفسها دماغها بدات تشتغل وبدات تشتغل بره الملعب وبدا التركيز ان كل لعيب ده احنا مشينا مصطفى محمد طب ما انا جاي لي في انا كان جاي لي في يناير طب ما انا كان جاي لي مش عارف اهلي جده وانا كان جاي لي مش عارف مين وانا مش عارف مين فدي مشكله ومشكله لازم ليها مسيطره. انا من وجهه نظري بقول لابد ان المجلس الاداره او اللجنه الموجوده هتطلع بيان تقول المسؤول عن قطاع الكوره كابتن اشرف كابتن عبد الحليم يتحملوا مسؤولياتهم. مفيش حد من الاداره يجي ناحيه الفريق الكوره، فريق بقى مغلق ما اشوفش انا واحد رايح يتصور جايب المصور بتاع النادي وبتصور مع اللعيبه واقول لهم اكتبوا لي بوستات وشجعوني ومش هيعملوا لي والكلام ده. حد في الاداره ولا حد في لجنه الكوره؟ لا 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 لجنه الكوره نجوم يعني اصل لجنه الكوره مين؟ احنا بنتكلم ما فيش لجنه الكوره دلوقتي، اللي بيدير الكوره كابتن اشرف والكابتن عبد الحليم والاثنين نجمين كبار ولهم مسؤوليات وانا شايف ان هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يوقفوا الفرقه لكن الامور الخارجيه والعوامل الخارجيه الخاصه بالازمه الماليه واللي على فكره الازمه الماليه مش على نادي الزمالك بس كل انديه العالم عندها ازمات ماليه لكنها في الاخر سمحت يا دكتور بتلاقي حد اتفضل انت عندك مين متصدر الدوري الايطالي؟ متصدر الدوري الايطالي حاليا انتر ميلان خمس شهور ما قبضوش مستحقاته مستحقات لعيبه انتر متاخره بقالها خمس شهور جميل مصدرين الدوري الايطالي ماشيين كويس جدا مع كل ما انا عايز اوصل للنقطه دي يا رامي هي الازمه الماليه مش ازمه نادي الزمالك بس ازمه كل العالم كله انديه العالم عندها انا عندي ست لعيبه بيلعبوا في ست انديه في المغرب اعتقد اخر مرتب قبضوه من اربع شهور ومع ذلك اللعيبه بتادي وبتشتغل كله بيشتغل وبيادي الازمه الماليه دي ازمه كورونا اثرت على كل القطاعات وعلى اقتصاد العالم كله بما فيه كرة القدم لأن كرة القدم دي دلوقتي بقت عمود من أعمدة اقتصاد العالم. أشارككم في الرأي يا دكتور سالم ويا رامي إن حاليا في مصر اللعيبة بتنظرها بمنظور آخر اللي هو بيقول لك إحنا فاتحين اللي هو المنظور الشرقي اللي هو عكس أوروبا اللي يقول لك أنا ماليش دعوة بكورونا مش بيبص على الموضوع بمنظور ليه هو مش موظف موظف الحكومة أو موظف في أي شركة استثمارية مش مرتبه نزل مش حوافزه اتشالت مش في ناس قاعده في البيوت وبتقبض يا دوب الاساسي بتاعه الانتماء بقت عمله نادره دلوقتي لا ما فيش حاجه اسمها انتماء في حاجه اسمها وظيفه فكره وظيفه زي ما الدكتور بيقول انت بتعمل في مؤسسه لاعب كره القدم هو لاعب محترف بيعمل في مؤسسه بمثابه موظف بتتقاضى اجر مفيش حد في السنتين اللي فاتوا في السنه ونص اللي فاتوا دول ما تاخرلوش فلوس في اي مكان بيشتغل فيه بس هل الناس بقى تقعد في بيوتها ما تشتغلش؟ لا بالعكس المفروض انها تأدي وتثبت للجماهير حتى اللي شالتها على الأعماق فبالتالي بقول لحضرتك بديك مثل بنادي بمتصدر الدوري الإيطالي دي بقى ناس محترفة بجد المفروض ان طب رامي أسألك سؤال برضو يعني فين لجنة تنمية يعني نادي بحجم نادي الزمالك ما برضو مش عارفين ندخل موارد يعني اللجنة ولها كل الاحترام أنا بس بسألك مجرد سؤال من يوم ما جت وقالت لك في حقوق الرعاية وحقوق البث وفلوس جاية من مش عارف فين والأزمات المالية في نادي الزمالك انت عندك ملفات في نادي الزمالك محتاجة تتفتح زي مثلا مجلة النادي بتتكلف كام في الشهر؟ كام؟ بتكلف النادي كام في الشهر؟ أنا ما عنديش رقم محدد بس رقم كبير بتجيب كام؟ ده موضوع أنا المفروض إن ده بيزنس جميل المفروض ان انا بطرح الاعلام النهارده بيزنس تمام المجله جزء من الاعلام الرسمي للنادي ده بيزنس للنادي انت بتستغل اسم نادي الزمالك
اللي في مؤسسات تانية بتستغله وبتكسب من وراه. احنا كنادي الزمالك مش عارفين نكسب من وراه. طب هل احنا النهارده في عصر الصحافه المقروءه اصلا عشان تعمل لي مجله؟ طيب انت بتعمل مجله بتبيع بكام وبتكلفها كام؟ دي فلوس مهدوره تمام. قناه النادي انت بتدفع 40 مليون جنيه سنويا من عقد الرعايه في مقابل ايه؟ ده حتى ما عندناش سيطره على قناه النادي. المذيع بيطلع على قناه نادي الزمالك بيتكلم بمزاجه، بيتكلم وكانها قناه حره مش قناه خاصه بتاعت نادي، مش قناه فئويه. بالظبط. القناه ما بتمثلش نادي الزمالك في اي قضيه. النهارده نادي الزمالك عنده قضيه طلعت مثلا من خلال بيان رسمي النادي طلعه بيطلب بحقه في شيء في امر ما مثلا. المفروض قنوات، المفروض كل البرامج على قناه النادي تتبنى الامر طول اليوم. انت بتتفرج على كل البرامج ما جابتش سيرته اصلا. بتلاقي عادي جدا الاستوديو التحليلي اللي معمول على قناه نادي الزمالك قاعد يقطع في المدرب ويقلل منه ويسخن الجمهور عليه. طب وانت هتستفيد ايه دلوقتي؟ انت شايف الدنيا كلها ملخبطه اهي، عايز تزود بقى لخبطه النادي بانك يلا ماشي المدرب، تعالى نفتح بقى ملف. انت شفت حتى ايام المجلس المستقر تمام لما كان بيمشي مدرب وبنيجي نجيب مدرب كان بيحصل ايه؟ 20 يوم 25 يوم لحد ما يتعود. لا عبال ما نجيبه حتى، عبال ما نجيبه حتى قصة النهارده الاستثمارات. قبل ما تتكلم في استثمارات اتكلم في انك النهارده الفلوس اللي عندك دي انت بتصرفها في ايه؟ جميل. وتروح وتشوف يا دكتور سالم الدخل والايراد اللي داخل لك والمصروفات. هي قصه الاستثمار اصلها بتتعلق بحاجه محدده واحنا ما نعرفش جواها ايه عشان نقدر نتكلم فيها اللي هو عقد الرعايه. لان عقد الرعايه مستغل اسم النادي، وده 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 طبيعه العلاقه بين السبونسر بتاعك او العقد صاحب عقد الرعايه معاك والنادي. هل هو مستغل كل ثروات وكل ما يخص النادي ده؟ احنا ما نعرفش عقد الرعايه في ايه. هل مديك فرصه انك تجيب مستثمرين انت او تجيب انت اعلانات خارج العقد ولا ما فيش؟ دي برضه مش معروفه. هل مديك مساحه ان انت تشتغل جوه النادي في مشروعات محدده خارج العقد بتاعه وتستغل اسمك انت وشعارك ولا مش موجود؟ كل ده لازم نرجع لعقد الرعايه. هل عقد الرعايه مديك مساحه تشتغل فيه ده ولا مش مديك؟ لو مديك المساحه دي يبقى انت عندك فرصه تستثمر. لكن على ما اعتقد والله اعلم اللي انا اعرفه ان عقد الرعايه قافل لك بنود كتير. يعني انا اعرف قبل كده كان في يعني من حق النادي ان يحط اعلانات تخصه هو، يعني مدير الاحتراف او مدير التسويق ممكن يجيب اعلانات خاصه على كارنيه النادي. دلوقتي مقفول. يعني هو كان مدي اللي اعرفه قبل كده كان عقد الرعايه كان عليه الكارنيه النادي عليه اربع معلنين. كانت اتنين بالنسبه للشركه اللي عامله عقد الرعايه واتنين يخصوا نادي الزمالك. يعني انا كنادي الزمالك ممكن اجيب اعلانين واحطهم واخد فلوسهم ليا انا. دلوقتي ده مقفول. كل ما يخص منتج الزمالك هل من حق الشركه المتعاقده معاك انها تستغله ولا انت عندك مساحه تتحرك؟ هي دي القصه اللي لازم تتدور فيها. وده اعتقد انه يعني لو ظهر عقد الرعايه وتشاف فيه عندنا حد كويس جدا طبعا الكابتن خالد رفعت طبعا موجود وممكن يستغل الكلام ده كله. واعتقد انه هو في مشروعات في المرحله الجايه دي عليها شغل، بس في معوقات كتير للاسف الشديد. مش وقته لان احنا عندنا مشكله، عندنا ماتش الترجي بعد بكره ولا بعد يومين ثلاثه، عندنا النهارده بنفقد نقط بايدينا مع يعني مع كل احترامنا وتقديرنا مين دجله يعني اخر الدوري. احنا بنتعادل مع اسوان، بنتغلب من المحله، لان في ثقه زايده وفي استهتار. خليني اقول مباشره كده في استهتار. النهارده مفيش حماس في الملعب. انا مفيش واحد بشوف واحد بيجري يجيب الكره وهي بره الملعب ولا يزق العيب بتاع دجله وهو خارج من الملعب يستعجله عشان يلعب. مفيش الكلام ده. انا مش شايف الملعب مفيهوش قائد، مفيش حد بيشغل اللعيبه ويحمسهم. احنا بنلعب بالشوكه والسكينه. صح. احنا بنضيع الفرصه وعادي جدا مفيش مشكله، ممكن هتيجي غيرها. صح. يعني انا دايما لما يبقى معايا مهاجم انا الوكيل بتاعه دايما اقول له فيرست شانس از ذا لاست شانس، اول فرصه هي اخر فرصه. بيجي لك فرصه خلصها، ما تستنينيش، ما تقولش هيجي غيرها. ما انت بتلعب 90 دقيقه هي فرصه واحده. النهارده انت جالك اربع خمس فرص، انت في الشوط الاولاني تهدف اربع خمس كور، اللعيب بيبقى عامل انفراد وبيرجع تاني. بترجع تاني ليه؟ ما انت في انفراد. فهي المشكله عايزه شويه شغل، شويه مع اللعيبه. حد يقعد مع اللعيبه يشوف ايه المشكله. لو مشكله الفلوس اطلع قول للجمهور اللعيبه ما بتلعبش الا بفلوس. يعني
باختصار شديد كده لازم يبقى فيه مصارحه ونقول المشكله 1 2 3 4. جميل. ما تقعدش تقفل لي، ما تقوليش انا قافل على الفرقه ومش قافل على الفرقه، اشركنا احنا كجمهور. بالظبط صح، اشرك الجمهور، الجمهور عنده اراء وعنده افكار. جميل. ممكن يشتغل، والجمهور بيعمل لود على اللعيب، يخلي اللعيب ياكل النجيله. صح، طول ما انت بتطبطب على اللعيب من جوه، احنا مش حاسين بالمشكله، الجمهور بيسقف للعيب وهو مش عارف انه عامل مصيبه جوه. يعني ممكن لعيب يبقى عامل مصيبه والجمهور عمال يهيص له على السوشيال ميديا. هي مشكله اوضه اللبس. عايزني رامي يوسف فيها واخد من كلام دكتور سالم وارجع لك. مشكله اوضه اللبس بتبين ان مع كامل الاحترام لكابتن عبد الحليم علي رمز من رموز نادي الزمالك، لكن بعض الاقاويل ترددت ان مدير الكره مش عارف يسيطر على اللعيبه، في مشاكل في اوضه اللبس، مشاكل بين ابو جبل وجنش، تصريحات، خلافات. هل دي ازمه مدير الكره ولا ازمه تنسيق ما بين المشرف على الكره ومدير الكره كابتن اشرف قاسم له كل الاحترام وكابتن عبد الحليم علي، ولا هي ازمه ثقه؟ ازمه اداره الكره بالكامل ومعاها كمان اداره النادي. جميل. لان المفروض ان الاداره القويه بتفرض سيطرتها على الجميع من فوق، بتجيب الراس من فوق، راس الاداره يعني، وانت نازل. لو راس الاداره قوي كل الادارات بتشتغل بقوه وبتشتغل بالتزام. انا عندي اداره الكره فيها تسيب، فيها اهمال، في لا مبالاه من اللاعبين داخل الملعب، واضحه مش محتاجه لا مبالاه. لا مبالاه طبعا. انت بتتكلم في لعيب مسيطر تماما على المباراه، خصم مستسلم تماما، بتلعب جوه ال 18 بتاع الخصم اكتر من ما بتلعب براها، عندك فرص حقيقيه للتسجيل 4 لـ 5 فرص في المباراه، ما بتسجلش ليه؟ طيب في حاجه تانية، فين الغل اللي يخليك تجيب جول في اخر دقيقه؟ فين الغل اللي يخليك تكسب الكرات المشتركه؟ فين الغل اللي يخليني احس ان انت بتمثل نادي الزمالك؟ اللي يخليني وانا قاعد اتفرج على الماتش لو انت خسرت هسقف لك، هحييك، هقول لك انت عملت اللي عليك، لكن انت ممكن تطلع كسبان وانا طالع انتقدك. ده وارق ماتش الاسماعيلي، الزمالك طالع كسبان، هل انت كزملكاوي كنت مبسوط؟ هل شفت زملكاوي في مصر اشاد؟ مش هتشيد ليه؟ انت كسبت بس انت ما قدتش. مش فكره الاداء الجمالي على فكره، في نقطه في الكوره مهمه جدا، في اداء تكتيكي واضح ان في شغل في الملعب. الاداء في الكوره الاداء في الكوره مش الجماليات، الروح القتال. لا الاداء في الكوره ولا الروح، الاداء في الكوره مش الجماليات، عشان ناس كتير بتقول لك الفريق ما بيلعبش كوره حلوه يبقى بيأديش. لا الاداء في الكوره هو مدى التزامك بتعليمات المدرب. مظبوط. مدرب عايز يلعب كره دفاعيه انت بتدافع، عايز يلعب كره هجوميه انت بتهاجم، عايز يلعب متوازن انت بتلعب متوازن. وحاليا مفيش التزام. مفيش التزام. بص في التزام باللي المدرب عامله، عشان كده انت راكب الجيم دايما. جميل. مع اي خصم، معنى انك راكب الجيم بلغه الكوره، راكب الجيم على اي خصم، يبقى المدرب عامل اللي عليه. تمام. الباقي ده بتاعك انت بقى، فين حماسك؟ فين رغبتك؟ الرغبه لو هتعنون، لو هتعنون كل اللي بيحصل في الزمالك وازمات الزمالك في الفتره الحاليه هو انعدام الرغبه، مش ثقه، مش اي شيء. عشان كده بقول لك لا مبالاه. انت لو عايز هتكسب، لو عايز هتكسب، لانك انت كامكانيات اعلى من كل الخصوم بما فيهم الاهلي. اعلى من الاهلي. احنا فريق الزمالك كافراد هو اعلى من اي فرقه في مصر كافراد. الكوتش بس بايه اللي بينقصه شويه؟ الكوتش كوتش، عشان بس ما نظلمش، الكوتش راجل كوتش يعني عنده خطط، عنده تكتيك، مركز في المباريات. هنقول حظ ومش حظ، انت ما جبتش 15 كره في العرض، يعني الحظ انت كنت راكب الجيم بتاع تونجيس وفرصه في اخر دقيقه، ده انت بتلعب وحطيت وعملت. النهارده انا شايف ضربه جزاء في اخر دقيقه، انا شايف اللعيبه ما عندهاش الرغبه زي ما رامي بيقول، انا شايف اللعيبه ما عندهاش الرغبه. عشان بس برضه سؤال بتاع قصه اوضه اللبس ومش اوضه اللبس، اللي انا اعرفه كويس جدا انه في الفتره الاخيره، عشان بس الكلام يبقى واضح، في الفتره الاخيره الكوره بدات ترجع للناس اللي بيشتغلوا في الكوره، لان هي المشكله والدربكه اللي حصلت في الاول ان في بعض الناس بتتدخل فيما لا يعنيها، وناس بتدخل ملهاش في الكوره وعايزه تبقى تشتغل في الكوره وتخش تتكلم مع اللعيبه وتخرج مع اللعيبه والكلام ده كله. الكلام ده اعتقد في محاولات ان نزيف النقط مع نزيف السلوكيات دي يقف، ولو نزيف السلوكيات ده وقف الكوره هتقف على رجليها.
حتى الناس تبقى مركزه في شغلها مش تبقى مركزه في الشغل. ما هو انت بتتكلم عندك كابتن اشرف قاسم وكابتن عبد الحليم علي، اسمين مش صغيرين طبعا، لكن لما تلاقي واحد ملوش علاقه بالقصه عمال يتنطط ويخش هنا ويخش هنا، فهم مش هيراقبوه، مش هيفضلوا مراقبين سلوكياته ولا يركزوا في شغلهم. لكن اللي انا اعرفه ان في الفتره الاخيره في محاولات ان الامور تتلم ويبقى بتوع الكوره هم اللي شغالين في الكوره. عشان كده قلت لك رأس الإدارة. لو مشوا في الاتجاه ده الامور هتتظبط، هتنسدح. بالنسبه لسلوكيات بعض اللعيبه الخارجه عن السلوك الـ ايوه ده الرياضي ده بقى، هل رجع لعدم سيطره مدير الكوره ولا لا؟ لا 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 لا، على فكره اللي انا بعرفه كويس جدا، بس الكلام ده مش معلن، ان اي واحد بيخرج عن السلوك عنده غرامات، وفي ناس كتيره قوي ولاعيبه اسامي كبيره قوي عليها غرامات بمبالغ كتيره قوي. وده معلن، بيعلن داخل اوض اللبس، متعلق انه فلان اتخصم منه عشان عمل كذا، فلان كتب تويتر، فلان كتب على السوشيال ميديا عقوبتها كذا. وانا عارف ان اللائحه يعني من 3 أسابيع بالظبط اقرت وفي اجتماع مجلس الاداره، ولائحه قاسيه جدا، اللي بيطلع على الفضائيات بياخد عقوبه وبتتنفس. بتتنفس بمعنى كلمه بتتنفس. جميل. طيب انا رامي، يا رامي اسالك برضو سؤال ناحيه التسويقيه في نادي الزمالك. ناس كتير اتكلمت على الدستور لنادي الزمالك المزمع انشائه، قال لك اين خطه الدستور، اين الملابس الجديده، ناس وجهوا اللوم لبعض اعضاء اللجنه التنفيذيه. طبعا الاستاذ خالد رفعت مسك الملف اكتر من مره واثبت نجاحه، مره مع مجلس المستشار مرتضى منصور المجلس المجمد، وكان ساعتها على ما اتذكر التيشيرت مرتين، مش عايز اقول ماركه التيشيرت، مرتين، لكن كان المره الابرز فيها كان اللي اتعرض في دبي، وكان قدام صرح كبير من الناس، وكان ساعتها حتى بعض الانديه العربيه مرة السوبر ماتش السوبر، نادي الوصل الاماراتي، نادي الوصل الاماراتي اشاد، وكان حفل عريق يعني. الاستاذ خالد رفعت يعني هو صديقي وعشره، وانا اصغر من انا واشيد بيه، هو معروف. انت شايف الازمه فين؟ عندك خبرات تسويقيه، وفي ناس بتقول ان الخبرات التسويقيه دي بعض اعضاء اللجنه التنفيذيه بيحاولوا عرقبتها. قبل كل حاجه لازم نرجع لارض الواقع. عشان اسهل حاجه الكلام والاحلام الورديه اقول لك كلام كبير قوي ومصطلحات عميقه قوي، وتحس ان الراجل ده بيقول كلام كبير قوي، بس تعالى على ارض الواقع ما ينفعش. الستور مثلا، الناس كلها مصممه على فكره الستور، طب ما النادي الاهلي قبل كده سبق وعمل ستور، عمل اكتر من ستور على مستوى الجمهوريه يعني بالفعل، فشلت فشل ذريع. ان اصلا في مصر ما فيش حقوق ملكيه فكريه، فبالتالي ما فيش اي نادي في مصر هيقدر يبيع بشكل يسمح له انه يكسب، عشان كده الشركات الكبيره انسحبت من الرعايه. جميل. النهارده انت بتدور على شركه بس تجيب لك من غير ما تاخد منك فلوس. لكن في اوروبا النهارده الناس بتاخد ارقام فلكيه، الانديه بتاخد من شركات الملابس ارقام فلكيه. ده ملف اكبر من ان احنا نقعد نتكلم فيه دلوقتي، لان ده ملف محتاج ناس كبيره، يعني محتاج تدخل من الدوله نفسها. طب يا رامي، طب انت دلوقتي، لكن انا هكلمك على اللي موجود حاليا في نادي الزمالك، انت تقدر تعمل ايه؟ وده بالفعل اللي كان الدكتور خالد بدا يشتغل عليه، ان انا هعمل اتفاق مع شركه عالميه هتنفذ لي منتج ببراند بتاعي انا. تمام؟ والبراند ده كان المفاجاه اللي كان محضرها للجمهور، ان هو كان هيخلد ال 20 او ذكرى ال 20. تمام؟ من خلال الشركه اللي هتعمل لي ده ببراند خاص ليا انا، هقدر ابيع التيشيرت دي باسعار محدده من خلال بقى شركات التوزيع اللي بتوزع على الانترنت مثلا، برضو بدون ذكر اسماء، بس بقت سهله كده، شركات التسويق اللي هي بتبيع على بتواكب العصر، اونلاين ماركتنج، تقدر تعمل ده. التيشيرت موجوده بالفعل. انا عايز اسالك، انا اللي عايز اسالك بقى واسال اي حد، هو التيشيرت ما ظهرتش ليه؟ ليه؟ انا ما اعرفش يا دكتور سيد، الحقنا بالاجابه. لا مش قصدي، ما عنديش اجابات، لان الموضوع ده بالذات كبير، وكلام فيه هيدخلنا في مناطق كتيره، والكلام ده كله هو اللي انا بعرفه كويس، انه في خطط تسويقيه في المرحله اللي جايه، وفي مشروعات كبيره، بس هي المشكله اديني ارض اشتغل عليها. انا ما كل ما اجي اقعد في مكان انت تشيل الكرسي،
فانا هقعد فين عشان اشتغل؟ انا ما عنديش مكان اقعد. في تضارب في الاختصاصات في النادي يعني بالظبط ده اللي انا كنت عايز اقوله مع رامي، ان فيها دكتور سالم يعني مثلا تضارب اختصاصات. يعني انا مثلا لو معايا في مجلس الاداره بتكلم ودكتور سالم موجود مثلا، لو جيت مثلا اديت اختيار لحد من مجلس الاداره مثلا ان هو يفاوض اللعيبه، طبيعي اختار دكتور سالم بخبرته العريضه. رامي مثلا هي في الميديا، كل واحد هي العمليه عايزه ريارينجمنت، اعاده توزيع واعاده ترتيب، لان القصه يعني خرجت وصلت لدرجه الغيره. مش قصه الغيره، ما هو الغيره احنا مش رايحين نتجوز، رايحين نخطب واحده بس. احنا بنشتغل، ده شغل. ده انت بتتكلم في نادي الزمالك، انا مش بتخانق على مين اللي هيصور ومين اللي هيتم. نادي الزمالك اللي ما يعرفش قيمه نادي الزمالك يروح يقعد في البيت. بقصة واضحة وصريحة كده. لا هم عارفين، مش عارف البعض عارف كل لا 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 بس يستغلها لصالحه، يا رامي لصالحه. في ناس مش متخيلة انها بقت مسؤولة في نادي الزمالك. ما هو ده بيحاول يستغلها لصالحه. انا عايز اكل الاكل كله، مفيش حد بياكل كل اللي على الترابيزة، واخد بال حضرتك؟ انت ليه مش بيسيبوا الفرصة للقامات الكبيرة انهم يحلوا؟ في حاجات محددة، انت وظيفتك ايه؟ انا ما اقدرش اقعد على الكرسي ده لان دي شغلتك. انت ما بتقدرش تشتغل في اللعيبه لان ده شغلتي طبعا، ولو ان بقى كل حد دلوقتي بقى يشتغل في اللعيبه. ما انا عايز اعرف ايه الموضه دي يا دكتور سالم، ان اي حد كله يعني بقى يشتغل، كل من هب ودب بقى اكيد لعيبه بقى سبوبه، يعني مفيش مشكله. احنا بنتكلم عن نادي الزمالك. نادي الزمالك في الفتره الجايه اتعشم اللي بسمعه انه الامور تتغير وتتغير للافضل، والناس اللي عامله دوشه تريحنا بقى من دوشتها. نتمنى. و الاداره فيها رئيس نادي راجل محترم جدا وزملكاوي جدا، هو عماد عبد العزيز، له كل الاحترام، من الشخصيات المحترمه جدا، وراجل زملكاوي زينا واكتر مننا، بس الدوشه اللي حواليه مش مخليها مركز، هو مش مركز، والناس اللي المفروض تشتغل في ملفات مش مركزه. فالناس دي لو كل واحد فيهم ركز شهر واحد هتلاقي ناس الزمالك في حته تانية خالص. يعني فالقصه استقرار. تمام، قصة استقرار. هسألك يا رامي، عايز تعقب على النقطة دي قبل أسألك السؤال؟ كل واحد يعمل شغله بس. بسيطة خالص، كل واحد يعمل شغله بدون شو؟ بس بدون شو؟ حتى لو بيشو يا سيدي، بس خليك في شغلك. بالظبط. رامي أسألك سؤال قبل ما أنقل لدكتور سالم وأسأله، هجيله في موضوع مصطفى، لكن أسألك قولاً واحداً، وأنت ليك بعض المصادر طبعاً المقربة، قولاً واحداً، فرجاني ساسي هيجدد ولا فرجاني خلاص شاف وجهته بقى، سواء بقى احد الانديه العربيه سواء الاوروبيه، ناس اتكلمت على فنربخشه، ناس اتكلمت على نادي الدحيل، فرجاني ساسي ايه موقعه من الاعراب؟ طيب انا هقول لك كواليس حاجه حصلت من يوم، من 3 4 ايام كده، يا ريت ممكن من خلالها نفهم هو عايز ايه. كان هو حاضر في مناسبه عائليه معزوم فيها يعني، وقاعد موجود في نجم كوره مصري سابق، قال له كده باللفظ، ما تمشي انت قاعد تعمل ايه؟ نجم كوره محسوب على الزمالك لا ولا؟ لا مش محسوب على الزمالك، بس هو لعيب في منتخب مصر فتره كابتن محمود الجوهري يعني. جميل. قال له ما تمشي انت قاعد تعمل ايه؟ انت كنت في تركيا؟ قال له انا كنت في تركيا ليا شغل هناك، وعديت على مصطفى واخويا الصغير وكان طبيعي يعني. فقال له طيب ما انت تقدر تشوف عرض في تركيا، تقدر تشوف في الخليج، انت لعيب دولي تونسي مهم وتقدر تمشي يعني، بدل ما بعد كده تلاقي فرصك بتقل. قال له طول ما انا رد فرجاني ببساطه، قال له انا طول ما انا في الملعب وبشارك عندي فرص الحمد لله، انا متمسك بنادي الزمالك، والاختيار الاول بالنسبه لي هو ان اجدد عقدي مع نادي الزمالك، وانا واخد عقد من وعد من الاداره انه في حاله توفير يعني سيوله ماليه تسمح العقد جاهز، وانا جاهز للتوقيع. اللي هو 2 مليون يورو في السنه؟ ما اعرفش، مش ما بص هتسمع ارقام كتير قوي، الرقم المقارب يعني. لا هتسمع ارقام كتير قوي. فرينج كام يا دكتور تفتكر بخبرتك؟ هو العقد القديم بتاعه 1.4 1.4 حاليا فرجاني ساسي بالماركت فاليو بتاعه. انت سيدة ده الماكسيمم اللي بيدفع في مصر، ده فرجاني ساسي اعتقد ده اغلى لعيب في مصر. انت راجل خبره في التفاوض، فرجاني لو قدامك على الترابيزه يخلص بكام؟ هو خد الماكسيمم. هو بياخد الماكسيمم دلوقتي، ده اغلى لعيب في مصر. مين في الزمالك بياخد 1.4 مليون دولار او اورو؟ بتتكلم بالمصري حوالي 25 مليون جنيه. مين في مصر بياخد المبلغ ده؟ مفيش حد تقريبا. رمضان في بيراميدز تقريبا هو يعني فرجاني مليون، لا رمضان ممكن يكون اكتر من رمضان، 30 مليون في السنه. 30 مليون في السنه انت بتاخد 1.4 بس، فرجاني بياخد بالاورو.
باليورو باليورو بالاورو. فانت بتتكلم في بياخد مستحقاته بالعمله الصعبه مش بالمصري. لا بالاورو. فبتتكلم في داخل في 30 برضه. تمام. فهو من اغلى اللعيبه في مصر. فيعني لكن خلينا نتكلم في نقطه مهمه بس عشان دي ناس كثيره بتتكلم فيها وانا شايف انه ما بيقولوش الصح يعني او ما بيقولوش الحقيقه يعني. كل لاعب مين اللي بيحدد القيمه التسويقيه للاعب؟ هل فرجاني ساسي هو اللي محددها لنفسه ولا دي قيمته في السوق فعلا؟ عشان بس الناس بتقعد تقول لك اوضه اللبس هتفك وده ياخد كذا وده يطلب يقول لك انا اشمعنى انا؟ اشمعنى انت؟ ما هو مين اللي جاب لك؟ يعني انت مثلا جاي منين وكنت بتاخد كام؟ فرجاني جاي من منتخب تونس من كاس العالم وكان بياخد نفس الرقم في السعوديه. فانا مش هجيب لعيب من نادي هادي له اقل، بالذات ان انا جايب لعيب كبير ودولي في منتخب تونس. دي قيمته في السوق. رامي انت عندك ازمه ماليه، الكلام ده هو كان قبل كورونا والكلام ده كله. ما هو مش مشكلته هو بقى، كان ده سعره. لا مشكله كل لعيبه العالم مش هو بس. ماشي بس انا بتكلم على فكره. لا انا السعر انت النهارده بدون قطع كلامك ايوب الكعبي كان بياخد 3 4 مليون اورو في كان في الصين. طيب في الصين الناس بتدفع. النهارده لما رجع المغرب قال لهم عايز 3 4 مليون. النهارده بياخد ايوب الكعبي بياخد مرتبه الشهري وده الماكسيمم اللي معمول في المغرب بياخد 50000 درهم اللي هو 5000 يورو في الشهر. ده راتب شهري زائد الساين بونس اللي بياخده على الثلاث سنوات 500000. يعني هتلاقي عقده في السنه لا يتعدى 300000. تمام. هل انت في مصر، سؤال بقى، هل انت في مصر مطبق السياسه دي؟ هل انت في مصر خفضت عقود؟ مش قصه الكلام ده. انا لا ما هو لا ما هو اصل انت مش هتيجي بقى على تيجي على فرجاني سياسي وتطبق السيستم. يا رامي انا اب الاسره. يعني انا اب الاسره كان عندي استعداد ادي ابني او بنتي 10000 جنيه في الشهر ياما كانت الامور ماشيه. النهارده انا بديله 500 جنيه. طب افرض انت زي ما انت بتديله اللي هو ما ده اللي حاصل. ما انا عندي انت لما جددت عقود اللعيبه السنه دي قللت ولا زودت؟ زودت. لا زودت له هو بالنسبه للمسموح زاد يعني. ما قلش تمام. لا انا بس بس لو كان الرينج ماشي طبيعي حضرتك ما كانش هيتكلم على المبلغ ده. المغرب حطت سيستم. لا ما التزم الجميع بيه. هل احنا عملنا كده في مصر؟ ما انت هتبدأ ولا احنا هنحط السيستم لساسي بس؟ هترجع تقول لي لا مش قصه ساسي بس. النهارده انت سي شيكابالا جدد بخمس قروش. لو كان الرينج شغال زي زمان قبل كورونا كان هيجي النهارده يقول لك عايز 15 عايز 20. لكن النهارده هو جدد بخمسه. ليه؟ خمسه دي هي المتاح وما يقلش عن اللعيبه اللي بتلعب برضه. ما اللعيبه اللي بتلعب يعني ما فيش حد عدى الموجودين من ثلاث سنوات هو ده سعرهم. هو وصل لهم بعد ثلاث سنين. لكن لو هو في الطبيعي كان اللي هم ماشيين زي طارق حامد وغيره وغيره كان طلب زيادات وزيادات وزيادات. لكن السوق حجم فانت يا دوب هتوصل للي قبلك من ثلاث يعني سنين. يعني يا دكتور عايز تفهمني ان ساسي لو جه جدد بالمبلغ ده يعني اللعيبه الثانيه مش هتتكلم؟ ما في لعيبه طبعا هتيجي تقول لك اشمعنى انا؟ مش يعني من حق. مش من حق. هنتكلم بقى بروفيشنال. مش من حق. مش في عقد. طيب عايزين بس قبل ما نكمل معانا كابتن هشام ياكن طبعا نجم نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك. كابتن هشام وحشني. الو حبيبي ازيك يا احمد؟ ازيك كابتن هشام؟ ازيك يا احمد؟ ازيك اخبارك ايه؟ وحشنا كتير يا كابتن هشام. الله يخليك. عامل ايه اتش؟ معايا دكتور سالم. تمام. سالم واستاذ رامي يوسف. مين؟ معايا دكتور سالم سالم والناقد الرياضي رامي يوسف. ازيك يا سالم؟ ازيك يا اتش؟ عامل ايه؟ وحشني. تمام حبيبي الله يخليك يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي. ده ما بنشوفكش الا في الخناقات انت. لا هتشوفني كتير بقى خلاص. اوعى 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 هتشوفني كتير قوي. كابتن هشام فانتج يا كابتن هشام هسألك سؤال بصفتك طبعا راجل كوير واسطوره من اساطير نادي الزمالك الكرويه، تحريرك لفقدان نادي الزمالك للنقاط السهله امام فرق المؤخره في الدوري الممتاز. بص هو كل ماتش وليه ظروفه، بس هو طبعا يعني استضف ان المباريات اللي اخترناها كلها مباريات او يعني اللي افتقدنا فيها نقاط مهمه جدا ان هي المباريات الضعيفه. وده نتيجه برضه يعني تشتت اللعيبه الفتره اللي فاتت، وطبعا الظروف الملمه حوالين النادي مش ولا فريق يعني الامور كلها بتبقى ليها علاقه ببعضيها يعني انت فاهم؟ ممكن يكون فريق كره قدم بعيد لكن هو جزء لا يتجزا من نادي الزمالك. احنا عندنا مشاكل جامده جدا متصدره في الوسط الرياضي دلوقتي بشكل كبير جدا يمكن على الساحه الرياضيه كلها. نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه جدا
طبعا التغييرات اللي بتحصل، وطبعا ده بيأثر مين اللي ممكن يكون له الحق في يعني إدارة الفريق بشكل فيه قوة وفيه شخصية. النهاردة نادي الزمالك بيفقد أو فقد شخصيته النهاردة في المباراة النهاردة. جميل. مع إنك يعني أديت المباراة يمكن الكورة ماسكها، لكن التغييرات اللي بتحصل جوه الملعب أدت إلى أداء عشوائي. مفيش تكتيك محدود. اللعيبة النهاردة بتقعد اللعيب وبتخرج اللعيب بدون دراسة أو بدون فكر. ده يعني كان ضيوفي بيتكلموا عليه دكتور سالم ورامي، كانوا بيتكلموا إن فعلا نادي الزمالك يعني شخصيته جوه الملعب ما كانت مفقوده، انما هنا كان معايا رامي بيقول ان حاليا باتشيكو يعني يعتبر اهم جزء في المنظومه، وهو يعتبر هو اللي شايل برضه نادي الزمالك. لو تضم صوتي يا رامي للدكتور هشام. بص طبعا انا بقول لك طبعا يا رامي، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. بص يا حبيبي، بالنسبه لباتشيكو طبعا في اخطاء ابتدت تظهر الفتره اللي فاتت، وطبعا قلنا التغييرات اللي بتعملها، لكن هو النهارده بيصر اكتر انه يخطا اكتر. يعني انت النهارده مثلا ايه؟ عندك زيزو قعدته وهتلاعب اسمه ده امام عاشور. ايه الدور اللي انت مجهزه في المكان ده؟ انت عندك، انت عارف انك انت عندك بن شرقي وزيزو اهم اثنين بيلعبوا في هو بن شرقي يا اتش بقاله فتره، زيزو بقاله فتره ما بيأديش بالمستوى يا اتش برضه. يا ما انا خلي بالك، ما انا بقول لك انت النهارده كان واخد راحه. ما انا بقول لك انت عديت مين مكان زيزو ومكان بن شرقي؟ يعني انت النهارده عندك البديل بتاعه مين؟ ما هنرجع للمشكله يا كابتن، اللي هو اصلا مفيش عنده بدايل، والراجل طلب دعم اكتر من مركز محدش دعمه. معلش انا اتكلم برضه، هنيجي نقول ان هو الراجل مش عايز النادي مش عايز يدعمه، ولا الظروف اللي احنا فيها. لا هو الراجل تقبل وخلاص وبيحاول يسيستم اموره بالموجود. حلو قوي، هو عنده البدايل موجوده عنده، بس هو ضحى ببعض اللعيبه زي مثلا ونجم. يعني انت كان بيفكر في الترجي يا هادي، بيفكر في الترجي وهو بيلعب بدجله. كابتن هشام مع كامل احترامي ليك، كابتن هشام يمكن كان بيفكر في الترجي وهو بيلعب بالدجله، فعشان كده كان هو مشتت بين التشكيلين. بس يعني اعذرك يا دكتور سالم، النهارده بيفكر في الترجي وبيلعب مشتته. كابتن هشام انا طبعا انا يعني لو تسمح لي ان انا اعارضك في نقطه، انت قلتها ان باتشيكو برضه من احد الاسباب اللي هو استغنى عن بعض اللعيبه. باتشيكو طلع في وسائل، ثانيه واحده بس اقول لحضرتك وبعد كده حضرتك عقب. باتشيكو طلع في احد وسائل الاعلام بعد لقاء الزمالك في ماتشات الدوري وقال ان انا مهاجمي اتباع تقريبا، يعني نوه على مصطفى محمد، كان حاجه ما بين السطور ان الموضوع بيع مصطفى محمد ما كانش بايديه، وان هو طلب من الاداره. لا بس هو وافق، اللي انا بعرفه بس هو وافق بشرط توفير البديل. وافق لو تفتكر بشرط توفير البديل، انه لازم لو هيتم بيعه يتم بيعه اول اسبوع في الشهر عشان يقدر يلاقي وقت يدرس البدايل والنادي يلاقي وقت يتعاقد معه. مصطفى مشي امتى؟ في اخر يوم. اتعرض عليه خمس لاعبين في مركز المهاجم، جابوا له رقم كام في القايمه؟ هي دي نقطة اللي هو محدد خمس سلبيات، لابد محدد ترتيب، هو محدد ترتيب اللي جه رقم خمسه. خط قطع مع كابتن هشام، انما كمل. دي كانت نقطة مهمة، يخش معانا تاني. دي كانت نقطة مهمة، هو الراجل قال انا ما عنديش مانع، انا مقدر ان النادي في ظرف مالي استثنائي، في ظرف اداري استثنائي، ومصطفى لازم يخرج دلوقتي ما عنديش مشكلة. لكن لو هيتباع يتباع اول يبقى بديل او يبقى بديل يا رامي، يتباع بدري الاول عشان اقدر ادرس البدايل واحدد انا محتاج مين. وانتوا كابتن هشام دخل تاني على الخط معانا. كابتن هشام معلش. ايوه حبيبي، دلوقتي بالنسبه لغياب مصطفى محمد خلاص للنادي الزمالك، وهو الولد كان في الفتره الاخرانيه كان توجيهاته كلها ناحيه اللي يقتل، حتى ادائه جوه الملعب قل شويه، وده نتيجه ان هو زعلان او ان هو حاسس ان هو لازم يخرج بره، وانه لازم يلعب ولازم ياخد فرصته كلاعب محترف، وده ليه الحق ان هو يفكر في مستقبله، واحنا لازم نفكر كمان في مستقبله. لكن حصل التغيير وراح ومشي، هل معنى ان مصطفى محمد ان هو هيغيب عن اربع مباريات اساسيه خد منهم اثنين؟
اوتوماتيك هو مش موجود معاك. انت فاهم؟ وعندك ماتشين تانيين اللي هو الترجي واللي بعديه هيلعب مصطفى محمد بره التشكيل. فين اعدادك للاربع ماتشات دول؟ هل كنت هتعد مصطفى محمد عشان يلعب افريقيا؟ ولا كنت هتعد لاعب اخر علشان يلعب افريقيا؟ يعني انت الماتشات اللي فاتت اللي في الدوري اللي فاتت دي المفروض انك بتعد المهاجم السليم اللي يشارك مع الفريق علشان يكمل فتره الايه؟ فتره المباريات الافريقيه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى النهارده انت ما عدتش اللعيبه. في الاخر ضيوفي هم ليهم حق الرد يعني. هو المشكله دي معقده اتش. لانه هو انت عارف بقى الانتقال زي ما بيقولوا انتقال السلطه من مجلس لمجلس او من مجلس للجنه وعقبال ما رتبوا الاوراق والقصه دي كلها بالتاكيد اثرت. انت راحت منك فتره الانتقالات الصيفيه بالكامل. اكيد. فانت هو الراجل بيتعامل على الموجود واعتقد الافراد الموجوده او اللعيبه الموجوده يا كابتن هشام على المستوى ده. كابتن سالم النهارده تاخيراته وحشه. النهارده بيطلع بن شرقي وهو اكتر واحد بيشرب بيكون ضيع اكتر من فرصه. ده مش معناه انه وحش. انت فاهم؟ فما طلعش التغيير ده ما كانش مفهوم بالفعل يعني. بالظبط. وبعد كده انت لعبت ب 2-0 مش مفهوم برضه. انت مره واحده ماشي بس انت فاهم؟ هتلاقي اخطاء. ده التغيير ده بالذات مش مفهوم. بس مش هي اللي عامله. انا مش فاهم هو دايما بيطلع بن شرقي. هو بيجي في اوقات كتيره قوي. هل هو حاسس ان بن شرقي مش هيقدر يكمل 90 دقيقه فبيخرجه؟ انت بتتكلم في لعيب لسه صغير 25 ولا 24 ولا 26 سنه، فالمفروض مش بيلعب 90 دقيقه، بيلعب 120 دقيقه، ما عندوش مشكله. انا كنت بشوف النهارده محمود علاء دايما عند خط ال 18 بتاع عبد المنصف بيهاجم. صح. انت كان ممكن تحصل لك نفس مشكله غزل المحله. وعلى فكره في اخر 10 دقائق انا شخصيا وانا بتفرج كنت بقول يا رب بس ان ما نخشش في مشكله غزل المحله ويبقى درون، لان خلاص هي كانت مقفوله ومش هنجيب اجوان فما يخشش فينا اجوان. بالفعل. هي لقاء وعدى. انا مقتنع. بشكرك كابتن هشام. انا مقتنع بالعكس. بشكرك كابتن هشام ياك. اتفضل. انا مقتنع بالعكس. انا مقتنع ان انا الزمالك هلعب الكل في الكل لاخر دقيقه. بالظبط. دي روح الفنيه. لا التنظيم ده جوه الملعب. انا ما عندي لعيبه واقفه في نص الملعب. بتلعب كويسه وخلاص. بس. نخلص بقى من وادي دجله ونخش بقى اخر 10 دقايق في الفقره دي. دكتور بتبص على ساعتك لسه ما جاتش الساعه 1 يعني. معاك يا ابو حميد. انت مش زملكاوي؟ لا تحت امرك. انت مش زملكاوي يا حبيبي ابو حميد؟ تحت امرك. تحت امرك. لا 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 ده انت حبيبي وانا تحت امرك. دلوقتي بقى نطلع من اللقاء وبادره امل لجمهور نادي الزمالك ان باذن الله لقاء الترجي يبقى فيه تحسين في النتائج ونخش فيه السيده سوزان انديل. سيده طبعا اللي تبرعت ب يعني الذهب بتاعها او الصيغه زي ما قال زي ما قيل لصالح نادي الزمالك. هو بص يا دكتور انا هقول رايي يعني وانتوا في الاخر الدكتور سالم واستاذ رامي هيعقبوا. حاجه تحترم ان مشاعر جمهور نادي الزمالك تجاه نادي الزمالك وبيحسوا بالمعاناه ان النادي بيحسها، لكن برضه على في فريق تاني بينتقد ان ازمات نادي الزمالك بقت تتصدر للجمهور، بقى النادي واللعيبه متصدره للجمهور، ان الجمهور يا جماعه في ازمات جوه نادي الزمالك لو سمحتوا تعالوا حلوها. انت شايف الموضوع من اي منظور؟ انا مش عايز اعلق على الموضوع ده بالذات لان الموضوع ده يعني انا خليني في النص فيه، لان لو اتكلمت فيه يعني مش هيبقى ردي مش هيعجب ناس كتير. لا اتكلم يعني براحتك. لا 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 تعليق. هي لو كان الموضوع خاص بيها هي وده انفعال شخصي من عندها مشكوره، واخد بال حضرتك، لكن التصوير والافلام اللي اتعملت مالهاش اي لازمه. دي نمره واحد. دي نمره واحد. لان احنا عندنا مشاكل كتيره اكبر من القصه دي. انا هي سيده تحترم. دي مشاعرها الفياضه قدرت تنفذها وقدرت تخش نادي الزمالك. ما حدش يتاجر بيها. تعبر عنها. واخد بال حضرتك؟ يعني هي قدرت تخش النادي وتعبر عن شعورها، شيء محترم جدا. شكرا ونقفله على جنب. مش محتاجه فلاشات وكاميرات وبرامج وافلام ملهاش اي 30 لازم نركن. جميل. نادي الزمالك اكبر من كده. مش محتاج ده. نادي الزمالك مش محتاج ده. نادي الزمالك محتاج شغل، مش محتاج ان احنا نصدر الجمهور ونسقف وبرافو شكرا يا حاجه خلاص انتهى الموضوع. على قد الحدث نفسه طلع خبر، طلع على الويب سايت
ما نقدرش نفضل نطلع قنوات ونعمل. الزمالك مش كده. هو كان حق. حتى خلينا بعد اذنك يا رامي، اصل انا ده هيجرني لحاجه ثانيه. هو ينفع في يوم من الايام حد اي خبر او اي شاشه او اي ويب سايت يقدر يقول ان في مدير اداره في الاهلي محاوله تحقيق؟ انت النهارده بتشوف على الويب سايت وعلى تويتر وعلى على فيسبوك سر النادي الاهلي بيبقى جوه النادي الاهلي مش بيشاع عن مدى. لا يا بيه، ده لو طلع ده الصحفي يبطلها طبعا. يعني لو طلع حتى لو حقيقه مش كذب، يعني انت بتطلع اشاعه وبتصدقها وبتحطها على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت، ويب سايت معروف، وتكتب ان فلان الفلاني في اداره نادي الزمالك محاوله تحقيق، والخبر ده كان عاري من الصحه. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. ده لو طلع في الاهلي الصحفي ده هيبطل وهيقعد في بيتهم، لكن في الزمالك عادي جدا، ما هو في ناس بتسرب. احنا عايزين نقفل بقى ونشوف الزمالك عايز ايه. الزمالك جميل. خلاص الناس تعبت. انا والله انا عايز اسمعك صوت اخونا مؤمن وهو بيبعت لي مشجع زملكاوي معروف طبعا. لا انا يعني لو 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 ممكن بصراحه لو ممكن تتزعق نزعق. لا 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 مش بلاش احتراما. لا الراجل بيزعق من قلبه. بلاش الحقوا اقفلوا اعملوا سووا. الزمالك عايز شغل يا جماعه. صح. الزمالك مش عايز ميكروفونات وشاشات وبساطات. رامي هل تضم صوتك لصوت دكتور سالم؟ دكتور سالم طبعا بيتكلم بحرقه بصفته واحد من الزملكاويه القدام واللي ليهم باع اكتر من 25 سنه او 30 سنه خدمه لنادي الزمالك والانديه الوطنيه. انت بتضم صوتك لدكتور سالم ولا بتختلف معاه في نقطه السيده سوزان قنديل ولها كل الاحترام والتقدير؟ لا انا مختلف معاه في حاجه واحده بس، انه حتى لا يرقى الكون خبر. لا يرقى الكون خبر ويذاع على قناه النادي الرسميه. ولا حتى خبر ينزل في موقع. مش هقول لك جريده كمان. مش خبر. فين الخبر؟ خبر ليه ضوابط. فين الخبر؟ حاجه زي دي ممكن جدا الست كانت على راسي من فوق، والله مش معترض يعني. بس هي عبرت عن مشاعرها زي ما الدكتور قال. خلاص الموضوع جوه النادي الزمالك. تعالي اتفضلي بيتك ومطرحك، خدت صورت مع اللعيبه، اتبسطت، قضت يوم كويس في نادي الزمالك بدون كاميرات. لكن مشكله نادي الزمالك من يوم تعيين اللجنه المؤقته الحاليه انه الكاميرا اهم من كل شيء. عند ناس معينه مش عند كل الناس يا رامي. ما هو للاسف الناس المعينه دي هي المسيطره تماما. نتمنى ان ربنا النادي يستقر وكل واحد يشتغل شغله. احنا كل اللي بندور عليه كل واحد يشتغل شغله ونقفل الكاميرات شويه ونشتغل على الارض، ونشتغل على الارض كتير. وانا شايف ان في ناس بتحاول تشتغل على الارض كتير. طب توقعاتك الفتره الجايه؟ ان شاء الله ربنا نتمنى بعيدا عن التمنيات. يعني انا شايف في بوادر. انا شايف اللي هو عماد بيشتغل بقوه ومعاه اللجنه الثلاثيه بيشتغلوا بقوه. بعض بقى اللي بيدور على اللقطه وبتاع يعني خد ما فيه كفايه، فاعتقد انه لازم الكل يستفيد وكل واحد يشتغل شغله. احنا كل اللي بندور عليه في نادي الزمالك كل واحد يشتغل شغله. السيستم اللي بنسمع عنه، كلمه سيستم دي بنسمعها كتير، لكن على الارض انا عايز سيستم. قبل ما اروح لرامي هختم معاك بسؤال بس. اتفضل. اذكر ثلاث اسامي داخل اللجنه المؤقته تعمل بجهد واخلاص في خدمه نادي الزمالك. ثلاث اسامي سواء من اللجنه المؤقته او لجنه الكوره بدون سياسه. لا مش لجنه، بدون مجامله. اللجنه الثلاثيه معروفه، المستشار اللي هو عماد عبد العزيز رقم واحد، رقم اثنين المستشار هشام، والمستشار سامي. دول الثلاثه اللي هم اللجنه، لجنه المستشارين المعينين. من يعمل اللجنة التنفيذية لصالح نادي الزمالك؟ اعتقد الثلاثه بيشتغلوا لحسن. واللجنه التنفيذيه أنا لا تعليق. لا تعليق. رامي. نعم. نفس السؤال لدكتور، وهنقل معاك لألعاب الصلاة سريعا قبل ما نختم الفقرة دي. نعم. من يعمل لصالح نادي الزمالك داخل اللجنة الثلاثية، ومن جاء إلى نادي الزمالك من أجل الشو فقط؟ اذكر بعض الأسامي الذين يعملون لصالح نادي الزمالك. ما أعتقدش إن حد في اللجنة الثلاثية جاي للشو. خالص. مش محتاجين. ولا اللجنة التنفيذية. بتكلم عن ناس بمناصب كبيرة وأسماء كبيرة وليها ثقل. دي مش جايه الناس دي مش جايه تاخد شو ولا جايه تاخد لقطه خالص. تمام. الناس دي جايه تشتغل والناس دي زملكاويه لكن تنقصهم بعد الخبره. عايزين خبرات وعايزين يعني مزيد من السيطره على اللجان واللجنه التنفيذيه اللجان الفرعيه. لا مش شايف حد بيشتغل في نادي الزمالك غير خالد رفعت، ده لو سابوه يشتغل.
لو سابوه يشتغل. اخيرا العاب الصالات بادره، هنختم حالا يا دكتور سالم. العاب الصالات تمام، نادي الزمالك متسيد دوري الباسكت، متسيد دوري اليد ودوري الطائره تمام. هل هناك امل في استكمال الطفره الحاليه في العاب الصالات ولا هنشوف دروب؟ يسيبوهم في حالهم، بس يسيبوهم في حالهم ويديهم فلوس وخلاص. خلاص ده اشمعنى فريق الكوره بس كل الاهتمام بيه يعني شويه اهتمام. الاهتمام بص، فرق الصالات في نادي الزمالك وانت ابن النادي وعارف ده كويس، عارفين كويس قوي، يعملوا لنفسهم مجتمع داخلي داخل النادي بيعيشوا جواه. جميل. هم عاملين كامب وقادرين يفصلوا نفسهم. انت مش مطلوب منك غير كاداره غير انك توفر لهم مستحقاتهم الماليه فقط، فهم مريحين دماغك، فريح انت كمان دماغك، وفر لهم فلوس بس هم هيقدروا ينجحوا. بس كنت تاخد الدوري في بادره امل ان هم صفروا هتلر بنعيش فيها يا رب. دي حاجه كويسه جدا، ودخل فيها كابتن حسين زكي وكابتن خالد رفعت وسات اللي هو عماد ووفر الفلوس، واتمنى له ان شاء الله هو يسافر اسبوع ويرجع. ودي تعبر عن ان في اهتمام، مش برضو الفوتبول بس اللي بيسافروا، لا بتوع الهاندبول لو عندهم مشكله بيسافروا. اتمنى له الشفاء، واعتقد ان في الاهتمام هيبدا يشتغل، بس هي الفلوس. رامي حابب تختم برساله اخيره قبل ما نختم؟ عايز اقول بس ان لجمهور نادي الزمالك ما ترميش الفوت، ما تيأسش بس. دكتور سالم شرفتني، نورتني حبيبي، تحياتي موفق دايما حبيبي، تحياتي الوالد ربنا يكرمك يا رب، موفق دايما ربنا يخليك. رامي يوسف اول مره اتشرف بيك على المستوى الشخصي والمهني، اتشرفت بيك يا رامي وبلقائك النهارده، كنت سعيد بيك. الشرف ليا انا، وانا سعيد ان انا كنت معاك، وسعيد ان اول مره تكون مع حد زملكاوي بحبه وبحترمه وبقدره. ربنا يكرمك يا رب يا رب. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل اعلاني ثم نعود، وبعض الاخبار عن نادي الزمالك والاهلي والانديه الجماهيريه الاخرى وبعض المداخلات المهمه ومداخلات الجماهير، انتظرونا. عدنا من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الملعب على قناه الصحه والجمال. طبعا كان معانا فقره مع الدكتور سالم والاستاذ رامي يوسف، ونخش بقى في اخبارنا، وهيبقى معانا مداخلاتنا ومناقشه على احوال الانديه المصريه. لكن طبعا ناخد خبر النهارده ما اخذناهوش في الفقره الاولى، وهو المحكمه الاداريه العليا. النهاردة المحكمة الإدارية العليا حجزت قضية نادي الزمالك أو الطعن المقام من مجلس إدارة نادي الزمالك المجمد برئاسة المستشار مرتضى منصور إلى يوم 15 يناير للحكم. في ناس جت لخبطت ما بين تقرير هيئة المفوضين وحكم المحكمة الإدارية العليا. طبعا لو جينا نتكلم على القضاء الاداري بيبقى درجتين، اول درجه اللي هي القضاء الاداري بتصدر حكم، من حقك انك تطعن في المحكمه الاداريه العليا اللي بتبقى اخر درجه. وانس ان المحكمه الاداريه العليا اصدرت حكم في قضيه ما، يصبح الحكم غير قابل للطعن. ولو هنتكلم في قضيه نادي الزمالك الحاليه المثاره في ساحات المحاكم، وهي القضيه رقم القضية طعن على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك أو إيقافه لأجل غير مسمى حتى انتهاء تحقيقات النيابة. والنهاردة كان في جلسة في المحكمة الإدارية العليا لنظر طعن مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وتم حجز الدعوة للحكم يوم 15 مارس. يا اما هيبقى في حكم بوقف تنفيذ القرار، وفي هذه الحاله يعود مجلس الاداره المنتخب لممارسه مهام عمله حتى شهر نوفمبر القادم موعد الانتخابات، او يتم تأييد حكم محكمه القضاء الاداري الخاص برفض الشق المستاجر. ويا ريت الناس نفهم يعني الفرق ما بين رفض الشق المستاجر ورفض الموضوع. رفض الشق المستعجل لو هنتكلم بالبلدي كده هو رفض ركن الاستعجال في القضية، يعني مفيش استعجال بيوجب على وزير الشباب والرياضة أو بيوجب على المحكمة إن هو
يعود بالمجلس الى مهام عمله، ده ركن الاستعجال. انما في ركن تاني اللي هو ركن الموضوع، اللي هو الموضوع جاد او الموضوع يستحق التجميد ولا يستحق رجوع المجلس المجمد. ده اللي محكمة القضاء الإداري هتفصل فيه يوم 15 مارس، سواء بقبول الدعوة وقبول الشق المستعجل، بالتالي يعود مجلس المستشار مرتضى منصور، أو بتأييد حكم المحكمة، محكمة القضاء الإداري، برفض الشق المستعجل وإحالتها للموضوع. ساعتها هتاخد وقت لحد ما المحكمة تشوف رأي هيئة تقرير المفوضين السادة القضاة المحترمين بخصوص المادة التي بتجيز لوزير الشباب والرياضة، واللي هو بيقول على أساسها استند لتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك. وإحنا بنتكلم في عرف بره القانون إن الناس دي جت بانتخابات حرة ونزيهة برأي كل الناس. أدينا شايفين ضريبة إن مفيش مجلس إدارة مستقر. دايما يا جماعة جمهور نادي الزمالك كان بينادي بالاستقرار، الاستقرار أهم حاجة. بنشوف إن النادي الأهلي بيتطور ودايما محافظ على مكانته عشان النادي الأهلي مستقر، بنشوف استقرار في النادي الأهلي. مجلس موجود قاعد 4 سنين، معاه شرعية انتخابية، شرعية الناس، جهاز فني ولو بيتغير بس برضه بيبقى فيه ثقة لأن المجلس مكمل، في شرعية، في استقرار. اللعيبة عارفة ان في مجلس ادارة منتخب قاعد 4 سنين، هيعرف يوفي بعهوده المالية، هيعرف يجذب لعيبة، يجذب عقد استثمار، عقد احتراف، يجذب عقود رعاية، يجذب حقوق النادي المسلوبة. ده اللي احنا بنتكلم فيه من النادي فيه في كل اندية مصر. طبعا معايا فريق الاعداد، طبعا هنتكلم على فريق النادي الاسماعيلي والاستاذ علاء وحيد هيبقى معانا، وهنتكلم على الأندية الشعبية ونناقش مشاكلها، خصوصا نادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي من أعرق الأندية اللي موجودة في مصر، درويش الكرة المصرية. مين عاجبه حال النادي الإسماعيلي دلوقتي؟ نادي إسماعيلي أي نعم في تطور، لكن نادي الإسماعيلي برضه بيحتاج لنظرة من المسؤولين. فين الدعم النادي الإسماعيلي؟ نادي الإسماعيلي ليه بعض اللقاءات ما بيلعبهاش على ملعبه في الإسماعيلية؟ ليه بيروح اسكندرية؟ أين مبدأ تكافؤ الفرص؟ ما انا لو نادي الاسماعيلي بقى نادي مجرد اللي هو بطلع لعيبه ناشئين ولعيبه موهوبه وبوردها لنادي ما بعينه، يبقى كده نادي الاسماعيلي وعمره ما هيعود نادي الاسماعيلي ايام شحته وبازوكا وجيل محمد بركات واسلام النحاس محمد صبحي، الجيل التاريخي اللي لو كان كمل كان نادي الاسماعيلي قاعد يسيطر على البطولات لمده 3 سنين. في أزمة عايز أتكلم عليها، هو كان منظر مخجل بالنسبة للكرة المصرية. النهاردة حصلت مشادة، وياريت محمد الشعبان تجيب لي المداخلة، مشادة ما بين ناديين في الدرجة الثالثة، وهو نادي البداري. معايا شعبان؟ كان نادي البداري والفريق الثاني، الفريق الثاني كان مين يا محمد؟ كان ناديين في، هنعرف الاسامي دلوقتي للناديين. نادي مينيا سمنود ونادي شبان بداوي. نادي شبان بداوي نادي في الدرجه الثالثه. مش عايز اتكلم على الموضوع عشان الموضوع بايخ، انما حكم بيؤدي دوره، حكم اخطا، حكم اصاب، انما ضرب الحكم دي فضيحه، ويجب على اللجنه الثلاثيه بقياده الاستاذ احمد مجاهد ان ياخد اكشن في الموضوع ده. الموضوع ده لو سكت عنه هيكرر في الدرجه الثانيه وممكن يوصل للممتاز. طبعا هناخد الاطراف عشان نناقش المشكله دي، ولو معانا حد دلوقتي يا ريت يدخل معانا. استاذ رمضان. ايوه السلام عليكم. استاذ رمضان ازاي حضرتك يا فندم؟ الو. ايوه ازيك احمد بيه؟ استاذ رمضان التعلم رئيس نادي شبان البداوي. ايوه معاك يا فندم. استاذ رمضان. أيوة. كلمني عن شبان بداوي.
شبان بدواي. استاذ رمضان في عجاله كده كلمني على اللي حصل النهارده في لقاء نادي شبان بدواي ومنيا سمنود والاعتداء على حكم اللقاء، واسمعني من التليفون بلاش التلفزيون بعد اذنك. والله اللي حصل النهارده يعني احنا بنتكلم في قرار اتحاد الكوره بان كل منطقه هي اللي تحكم المجموعين. احنا المجموعه التاسعه، ما ينفعش مجموعه الدقهليه منطقه الدقهليه هي اللي تعين الحكام، وده قرار يعتبر خطا على مستوى مصر كلها. لان طبعا كلنا كحكام وانديه كلنا عارفين بعض، فبالطبع بيبقى في حساسيات وحاجات زي كده، هي دي اللي بتخلق الجو ده. احنا كنا بنعتمد على الحكام اللي هم جايين من المحافظات ما نعرفهمش، وكانت الامور بتمشي عاديه وبنرضى بالقرارات دي اللي بياخدوها حتى ولو فيها خطا. لكن لما يبقى في حكم موجود من الدقهليه واللي بنظم المسابقه الدقهليه، ده قرار في حد ذاته خطا، لان المفروض كنا احنا استمرينا على اللي حصل السنين اللي فاتت. كان بيجي لنا حكام من اسكندريه، بيجي لنا حكام من دمياط، من بورسعيد، كنا بنقبل اي قرار بياخدوه. انما كان قرار السنه دي ان كل منطقه حكامها اللي يحكموها، طبعا هذا قرار ادى الى اللي حصل النهارده. اللي حصل النهارده مفيش اي استاذ رمضان، مع كامل احترامي ليك، مع كامل احترامي ليك، مفيش اي مبرر انك تعتدي على حكم لقاء ولا لا، مفيش مبرر. انا طبعا بعتذر للحكم وبعتذر لحكام الدقهليه، انا معاك ان مفيش مبرر، لكن ما هو ده من الاسباب الحقيقيه اللي حصل النهارده. يعني هو السبب الرئيسي اللي هو اتعين حكام المنطقه اصلا، واحنا بالطبع كمجلس اداره معاك يا استاذ رمضان. ايوه معاك يا فندم. اتعين حكام من الدقهليه، والدقهليه هو مين رئيس منطقه الدقهليه يا فندم؟ واللي بدير منطقه الدقهليه مين رئيس منطقه الدقهليه يا فندم؟ كره القدم الاستاذ فتحي عوض الله. استاذ فتحي عوض الله. فتحي عوض الله بتحمله مسؤوليه ما حدث اليوم؟ بس ده قرار من الاتحاد يا ريس. يعني بتحمل اتحاد الكره قرار من الاتحاد، من الاستاذ احمد مجاهد، بتحمله هو المسؤوليه؟ طبعا اتحاد الكوره بيتحمل، لانه اللي اصدر قرار بانه كل منطقه يحكمها حكامها. فبالتالي اتحاد الكره يتحمل تبعيه ما اصدره. بالطبع استاذ رمضان. طبعا سامع. طبعا يتحمل مسؤوليه. طب استاذ رمضان، ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهك حاليا؟ ما هي ابرز المشاكل ان حكام الدقهليه هم اللي بيحكموا مسابقه الدقهليه. دي ابرز المشاكل. طيب ارجع لك للمشاده او الخناقه اللي حصلت والاعتداء على الحكم، هل تم التواصل مع الحكم للاعتذار له ولا ما تواصلتوش مع الحكم المحترم؟ لا طبعا، هو احنا طبعا من منبر حضرتك بنعتذر للحكم وبنعتذر للجنه الحكام، وهناخد قرارات رادعه للناس اللي عملوا المشكله دي، ولكن احنا عاوزين نحل الموضوع حل جذري، وهو ان الحكام يبقوا من خارج المحافظات، نرجع الوضع السابق اللي قبل كده. وافتكر ان كل الانديه معايا في نفس الراي يعني. استاذ رمضان رئيس نادي شبان بداوي بشكرك، وطبعا حاجه تحترم ان هو اعترف بالخطا، والاعتراف بالخطا فضيله، وزي ما ذكر انه هيتم التحقيق في الموضوع، وحمل اتحاد الكوره مسؤوليه تعيين الحكام من منطقه الدقهليه، لكنه في نفس الوقت قال ان السكوت على الغلط مش هيتم، واللي غلط هيتحاسب. النهارده حكم يعتدى عليه في الدرجه الثالثه، هيعتدى عليه في الدرجه الثانيه، ثم يعتدى عليه في الدوري الممتاز. ده بالنسبه للازمه الكبيره اللي حصلت النهارده، والفيديو كان منتشر على السوشيال ميديا. نخش على موضوع تداولته العديد من مواقع السوشيال ميديا والمواقع الصحفية، وهو موضوع نادي تونجيس وأزمة الطيارة. من بعض مصادرنا وكواليسنا إن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بدون ذكر أسماء عرض عليه من
الشركه اللي بتتعامل مع النادي على مدار اكثر، شركه السياحه بتتعامل مع النادي على مدار اكثر من 10 سنوات بالتعامل مع مصر الطيران لعده اسباب، كونها مصر الطيران احد اقدم واعرق الشركات الوطنيه المصريه، قطاع عام، شركه حكوميه، اكفأ طيارين موجودين في مصر، الطيارين المصريين ولاد مصر. الى ان احد هو هذا العضو بعينه بدون ذكر اسماء لكن بعض الناس هتكون عارفاه، برغم ان مصر الطيران والشركة التانية كانوا نفس السعر او فرق ايه، فرق 1000 دولار، يعني بتتكلم فرق مش كتير لو بتتكلم على مصر الطيران مقارنة باحد الشركات الخاصة. إذا إنه وافق على التعاقد مع الشركة الأخرى بدون ما يفكر إن النادي طول عمره بيطلع مع مصر الطيران، سواء طيران حكومي أو لما بتيجي بتطلع بطيران خاص بتطلع بطيران مالتي ناشنال مش طيران تابع للقطاع الخاص، أنت كده بتعرض أرواح اللعيبة للخطر. جه طيار مع كامل احترامي له، إذا إني معترض على الفيديو ومعترض على كل كلام وممكن أعمل معاه مواجهة مباشرة، قال لك مسؤولية التصريح مش مسؤولية نادي الزمالك، مش مسؤولية الإدارة، أما يا سيادة القائد يا سيادة الطيار مسؤولية مين؟ لما أنا أبقى إدارة ومسؤول عن جهاز إداري بلعيبة بجهاز فني 30 فرد طالعين داخلين بلد من غير تصريح، ممكن لو لا قدر الله في بلد غير موريتانيا الشقيقة كان يحصل أحداث ما كنتش أنت نفسك هتتحملها. فطبعا لا، يعني أستاذ عضو اللجنة التنفيذية أرجوك راجع نفسك، أنت بتمثل نادي كبير نادي الزمالك، بلاش حب مناصب زيادة على اللزوم. نخش على النادي الإسماعيلي ونتكلم طبعا عن الأحداث جوه نادي الإسماعيلي ولقاء النادي الإسماعيلي أمام النادي الأهلي، هل نادي الإسماعيلي سيخوض اللقاء في نادي في الإسكندرية ولا سيخوض اللقاء في مدينة الإسماعيلية الباسلة؟ معانا طبعا الأستاذ علاء وحيد القامة الإعلامية الكبيرة والمتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي. أستاذ علاء. أستاذ أحمد، يعني أنا سعيد بوجودي مع حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا وبرحب بكل السادة المشاهدين يا فندم. اتفضل يا فندم. أهم المواضيع في نادي الإسماعيلي وتعقيبك على لقاء النادي الأهلي القادم، هل سيقام في الإسماعيلية ولا سيقام في الإسكندرية؟ والله بص، إحنا طلبنا أكثر من مرة إنه يقام في الإسماعيلية، واحنا بنرحب طبعا بالنادي الاهلي، والعلاقات الايام دي يعني قويه جدا وجميله جدا ما بين اداره الناديين، ولكن دي رؤيه امنيه. في بدايه ما تم اجراء قرعه الدوري كان الاتفاق ان ماتشين، ماتش الاسماعيلي والاهلي والاهلي والاسماعيلي، يكون في الاسكندريه في برج العرب. احنا تحفظنا على ده، ولكن خلاص دي رؤيه امنيه مش هنقدر نقول حاجه، بالرغم ان انا شايف ان الامن يستطيع ان يامن كل المباريات في اي مكان وفي اي لحظه في اي وقت، وخاصه كمان انها بدون جماهير، ولكن ما وقفناش كتير عند النقطه دي. خلاص قدام الامن شايف كده، هم لهم رؤيه احنا مش شايفينها. خلاص فجينا احنا طبعا قلنا بنعمل لحق اسكندريه، وكان الاهلي لاعب البنك الاهلي اللي كان المفروض انه ملعب البنك الاهلي اتحاد الشرطه العباسيه، فانتقل الى النكس بالاسكندريه مش برج العرب. طلبنا ان اللقاء الاسماعيلي يتلعب في المكس برج العرب. اتحاد الكوره او اداره المسابقات عملوا حاجه، يعني حطوا جدول جديد، قاموا حاطين ماتش لوادي دجله قبل مباراه الاهلي، كنت احنا اوريدي يعني اول ماتش لينا هو النادي الاهلي، وبالتالي عملنا معسكر وعملنا تدرج في الاحمال البدنيه وعملنا حاجات كتير. فجاه اتحاد الكره بيبعت لنا يقول لنا ان انتوا هتلعبوا وادي دجله قبل مباراه الاهلي بخمس ايام، يعني كده المعسكر خططه كلها تم اتاثرت جدا. وبعدين قال لنا المباراه الاسماعيلي دي مباراتنا مع الاهلي، احنا كنا طالبين ماكس، قالوا لا في استاد الاسكندريه. فاولا نقل المباراه او رغبتنا في نقل المباراه للماكس كانت رؤيه فنيه من الجهاز الفني، وما قلناش اسكندريه، ان احنا قلنا اكيد الامن هيرفض، يعني اللي يخلي الامن يرفض انها تقام في الاسماعيليه او كده، ممكن استاد اسكندريه نفس الدواعي الامنيه، فقلنا برج العرب. فلقينا في الاخر خلاص المباراه في استاد الاسكندريه.
ده يخلينا بقى نقول طب خلاص بدل في استاد الاسكندريه، طب ما كنا بنلعبها بقى في استاد الاسماعيليه، ومباراه الاهلي القادمه نلعبها في استاد السلام. طب استاذ علاء انا اقطعك ثانيه بس، ما هو الفرق ما بين عند النادي الاسماعيلي او الرؤيه الفنيه، الفرق بين استاد الماكس واستاد الاسكندريه؟ هل هو مساحه الملعب ولا النادي الاسماعيلي متحود على استاد الماكس؟ لا مش حته استاد الماكس واسكندريه، كان استاد الماكس وبرج العرب هو ده اللي كان يفرق كتير، لكن هي ما فرقتش كتير في النقل الى استاد الاسكندريه فنيا. الجهاز الفني ما فيش مشكله، وبرضه ما فيش مشكله لو كنا لعبنا في برج العرب، ولكن هو الجهاز الفني شايف ان ملعب الماكس يعني مش يعني اتجاهاته سواء طول او عرض مش زي يعني نقدر نقدم فيه كوره، يعني هي رؤيه هم شايفينها هم ادرى، ولكن في النهايه استاد الاسكندريه هيكون مناسب جدا. ولكن انا بس بتساءل طالما هي هتبقى استاد الاسكندريه مش برج العرب، ان الاتفاق الامني في الاول انها تبقى في برج العرب مباراتين بدا في استاد الاسكندريه، طب خلاص لو كنا نلعبها بقى في الاسماعيليه والمباراه الثانيه نلعبها في ملعب الاهلي، ايه المشكله؟ اتمنى بقى ان ده يعني نحل الحاجات دي في الدوري القادم بقى باذن الله. ولكن ما علينا، الاسماعيلي انهى معسكره في العين السخنه النهارده عشان المساحات هتكون بكره باذن الله، استعدادا لمباراه وادي دجله اللي اتحطت لنا كده من خلال اللجنه. وبرضه انا برجع تاني واسال حضرتك، هل احنا عارفين احنا بنلعب في اي اسابيع؟ انت في يوم واحد بتلاقي ان بنلعب من الاسبوع ال 12 ومباراه بعدها من الاسبوع ال 13 ومباراه بعدها من الاسبوع التاسع، اليوم اللي بعديه تلاقي مباراه في الاسبوع ال 14 وبعدين مباراه مقدمه من الاسبوع ال 15 مع مباراه من الاسبوع الثامن. يعني اللخبطه دي انا عارف مشتت اربع فرق في البطولات واحنا كنا مشاركين في البطوله العربيه، لكن خلاص اجل المباراه واللي بعد كده العب في الاسبوع اللي يليه علشان يبقى في انتظام للمسابقه. ولكن اللخبطه دي النتيجه ايه؟ النتيجه ان في لسه توقف طويل بعد يوم 11 مارس بسبب الاجنده الدوليه. ولكن احنا دلوقتي ما احنا متوقفين، احنا لعبنا اربع مباريات في 10 ايام ودلوقتي احنا واقفين اهو بقالنا فتره مش عارفين ليه، يعني لغايه اللحظه دي وعملنا المعسكر ورجعنا ولقينا مباراه بتتحط. يعني انا اتمنى بس الحياديه والعداله ما بين كل الانديه، انا عارف انها غير مقصوطه، ولكن يعني نحط الجدول بطريقه تنفع. يعني انا قبل ما اكلم حضرتك في الكلام ده، انت لو بصيت للجدول وعملت تاجيل للفرق اللي بتشارك في البطولات الافريقيه هتلاقي ممكن تمشي بسهوله بخلاف اللخبطه اللي احنا فيها. ما علينا، احنا استعدينا كويس جدا، اللجنه الفنيه قايمه بدور كبير جدا مع النادي، الجهاز الفني له مطلق الصلاحيات الفنيه والاداريه، عاملين شغل ما شاء الله، يعني يبان بقى بالنتائج، بان في بعض المباريات ولكن النتائج ما انصفتش الاسماعيلي. نتمنى بقى احنا بنشتغل للتوفيق عشان نناله، فباذن الله هنناله في الفترات المقبله. اللاعبين عندهم الروح، عندهم الحماس، عارفين ان المباراه القادمه لا تقبل القسم على اثنين، مباريات كؤوس بكل ما تعنيها الكلمه، احنا متاخرين جدا مش عايزين نبص للجدول، ولكن الفوز في مباراه ثم الثانيه ثم الثالثه يدفع الفريق الى مراكز متقدمه جدا، فده هدف كل الاداره وهدف اللجنه الفنيه وهدف اللاعبين. فان شاء الله البدايه تكون من خلال مباراه وادي دجله يوم الجمعه القادم باذن الله، ونلاقي الاسماعيلي اللي احنا كلنا مفتقدينه الموسم ده. اخيرا استاذ علاء، سؤال كده يعني سؤال واجابه سريعه من حضرتك، هل النادي الاسماعيلي بيفتقد الدعم من الناس المسؤوله حاليا باعتباره يعني قلعه رياضيه كبيره ما تقلش عن الاهلي والزمالك؟ شايف ان النادي الاسماعيلي بيتعرض لحاله من التجاهل حاليا ولا الامور فنيه بحت؟ لا اقول لحضرتك ما اقدرش اقول الحاله بالتجاهل، احنا لو اتكلمنا عن موضوع الدعم والفلوس والانديه الجماهيريه لازم نتكلم من منظور شامل للانديه الجماهيريه كلها وازاي نحل هذه المشكلات. لو بنتكلم عن الاسماعيلي او بعض الانديه هنلاقي ان رئيس النادي هو اللي بيصرف، هنلاقي ان كان هناك دعم من الشباب والرياضه بيكون مخصص لانشطه وليس عقود لاعبين. لا الدوله طبعا واقفه مع الانديه، واحنا نادي ملك للدوله، بمعنى احنا نادي قطاع حكومي، نادي تابع لوزاره الشباب والرياضه. النادي مش نادي شركه ولا نادي مؤسسه ولا نادي خاص، فبالتالي لا الدوله عمرها ما هتسيب الانديه الجماهيريه، ولكن اتحط قانون الرياضه بلوائح، هي دي بقى اللي من المفترض ان احنا نطبق اللوائح او نطبق القانون الرياضه بانشاء شركات متخصصه بعمل النادي ككل كشركه رياضيه لها اسهم
في حاجات كتير وافكار كتير، ولكنها لن تنطلق من النادي لوحده، مش هتنطلق غير من خلال مجموعه كامله. بس المجموعه الكامله بنتكلمها ونقول رابطه الانديه المحترفين للاسف الشديد لم تشهر وما تعملتش لعدم اتكاء الانديه. وبقول ليه عدم اتكاء الانديه؟ لان زي ما قلنا في انديه حكوميه، في انديه مؤسسات، في انديه شركات، وفي انديه افراد او انديه خاصه. وبالتالي هنلاقي ان في ما فيش تناغم، يعني مش كل الانديه مثلا الانديه المحترفه كره القدم بعيدا عن ان احنا نقسمها لغايه ما نقضي على هذا التقسيم ونقول ده نادي حكومي وده نادي خاص وده نادي شركه. لما ده ينتهي اعتقد هنقدر نحل ونقدر نطبق قانون الرياضه ونقدر نشر شركات زي الاتحاد الدولي ما بيوصي دائما. لو انت بصيت لتوصيه الاتحاد الدولي عشان تشهر النادي شركه متخصصه في كره القدم، لازم كل اصول يعني له استادات، له بنيه اساسيه، له. لو احنا بصينا هنلاقي اللي ينطبق عليه الشروط انديه تتعدى على صوابع اليد، وهي الانديه الجماهيريه الكبيره والانديه الشركات والمؤسسات والانديه الخاصه لا تمتلك هذه الشروط. قل لي هات لي نادي له ملعب استاد عمل اضافه للرياضه المصريه وعمل استاد كبير يضاف للرياضه المصريه باسمه، ما فيش. بيقدروا ملاعب جاهزه، وملاعب الجيش هي اللي بتنقص دائما كل الانديه ومنتخباتنا. فهتلاقي في الاخر خلاص عشان تيجي تشهر وتطبق اللائحه او تطبق قانون الاتحاد الدولي لكره القدم، هتلاقي ان اللي هيطبق ده هي الاسماعيلي، الاهلي، الزمالك، المصري، الاتحاد، الانديه الجماهيريه اللي لها ملاعب المحله. هتلاقي دول هيقدروا انهم يشهروا انهم لهم بنيتهم الاساسيه ولهم جمهورهم، ولكن انديه الشركات مش هتعرف تطبق. فبالتالي لو انت تيجي تقول نعمل رابطه لانديه المحترفين، نعمل رابطه تجمع ما بين الانديه كلها، مش هتلاقي حد يساندك ومش هتلاقي حد يتفق، ولو في اتنين اتفقوا التالت مش هيتفق معاهم. وبالتالي هنفضل ندور في الدايره دي ان رجل اعمال يصرف، وخاصه الانديه الجماهيريه، الا اذا الانديه الكبيره اللي هي براس مال كبير اللي غلت اسعار اللعيبه، اللي ما فيش اي مقياس لانتقالات اللاعبين من نادي لنادي، ما فيش اي مقياس للاسعار المنفلته. فبالتالي هتلاقي اللي بيعاني نادي زي الاسماعيلي، الناس الانديه اللي ما لهاش شركات كبيره ترعاها، يعني في شركات كبيره ترعى وفي رجال اعمال وفي هنلاقي في الاخر خالص الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، هم اللي دايما المحله، هم اللي الاسوان، هم اللي هتلاقيهم بيعانوا بالرغم ان هم اكتر انديه مؤهله ان هي اللي تبقى انديه محترفين، وهي اللي بتحقق معايير الاتحاد الدولي. ولكن في النهايه الانديه الغنيه اللي بتشتري على الجاهز هم اللي هتلاقيهم هم اللي بيتصدروا المشهد، هم اللي هتلاقيهم هم اللي موجودين، هم اللي بياخدوا كل اللاعبين، هم اللي هتلاقيهم بيفوزوا في مبارياتهم، لكنهم لا يمتلكوا اي قاعده جماهيريه ولا يمتلكوا بنيه اساسيه. دكتور علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي، بشكرك على سعه صدرك وبالتوفيق في اللقاءات القادمه يا فندم. بشكرك استاذ علاء. قدامنا طبعا 5 دقايق على الختام او اقل. لو بعض المداخلات السريعه من جمهور نادي الزمالك نختم بيها الحلقه، او جمهور الكره المصريه في حاله تساؤلات تحت امركم. نكمل موضوع الطيران. اتكلمنا على كارثه لقاء تونجيس وقلنا الحلول اللي نتفادى بيها. طبعا مش بنعمل دعايه لشركه مصر للطيران، مش محتاجه. مصر للطيران بقالها فوق ال 60 70 سنه الشركه الرائده في مصر والشرق الاوسط في مجال الطيران، مش محتاجه حد يعمل لها دعايه، الطيران الحكومي. انما على اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك ناس محترمه وعلى الراس، عدم يعني ان احنا نسمع كلام شخص بعينه او ناخد بنصيحته، حتى كل واحد يتحجم ويبقى معاه منصب او يبقى معاه ملف يديره، خصوصا ان احنا بدانا نسمع اقاويل، الكلام ده على مسؤوليه البرنامج، ان لقاء نادي الترجي القادم هيكون شركه مجهوله ايضا، شركه تدعى بلاش نقول اسامي لكنها بعيده عن الشركه الوطنيه شركه مصر للطيران. اقاويل بدات تنتشر ان هذا الشخص مصمم على جلب الشركات المجهوله، وعلى اساس ان روح لعيبه نادي الزمالك ملهاش تمن، لكني واثق ان اللواء عماد عبد العزيز راجل محترم هيتدخل ويحل الموضوع. نادي الزمالك مش حامل مشاكل، مش حامل تصدير ازمات، فقدان النقاط امام الفرق السهله زي نادي اسوان، غزل المحله، نادي وادي دجله، نادي تونجيس فرصه في اخر دقيقه نادي الزمالك ضيعها 3 نقاط هامه،
مقبل على نادي الترجي، لقاء هام في تونس امام خصم عنيد. لازم ان نادي الزمالك يتخطى مرحله الانتكاسه اللي هو فيها او الكبوه، ويعود نادي الزمالك الكبير الشامخ اللي نتمنى ان هو يستقر ولو لسنه واحده، يستقر ولو بسنه واحده. هتلاقوا اللعيبه هتطمن، اللعيب لما يحس ان في استقرار ويحس ان هياخد فلوسه ولو شهرين متاخر، ولكن في استقرار، في ناس قاعده، ناس واثق ان هم هيديروا فلوسه، ناس هيجيبوا عقود رعايه، ناس بتاخد خطوات لمده الاربع سنين وعلى هذا الاساس تم انتخابهم، هيطمن وهيلعب وهيؤدي في الملعب. طبعا نادي الزمالك النهارده فاز على نادي الجيش في دوري السله واعتبر صداره دوري السله، وفريق الطائرة معتري صدارة الطائرة، وفريق اليد معتري صدارة كرة اليد. أعزائي المشاهدين، طولت عليكم النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا على قناة الصحة والجمال. دائما تقبلوا تحياتي في برنامج الملعب، أراكم يوم الاثنين القادم وحلقة جديدة من برنامج الملعب. أحمد زادة، تصبحوا على خير، شكراً.